اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا مقطع فكره ان في شخص راح يستخدم هذا الجهاز اللي هو جهاز اتوقع فرم الاشياء، وعلى حسب عنوان المقطع انه راح يروح ويفرم فلوس. ليش بيفرم فلوس ما ادري، انهم قاعد يورينا. طبعا اللي واضح دقيقه هذه فلوس حقيقيه ولا لا؟ انا اللي قاعد اشوف انه قاعد يطبع. لا فلوس حقيقيه، فلوس حقيقيه يبان عليها الفلوس الحقيقيه، بس قاعد يورينا انه كانه قاعد يطبع، يعني قاعد يرجع المقطع بالعكس. اوكي هاي اتوقع 100 يورو. اللي يعرفون للعملات كتبوا لنا تحت في الكومنتات، هل هذه الفلوس فلوس حقيقيه ولا على الشكل اللي قاعد تشوفونه؟ الله 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 الله، لا تقول لي هاي الفلوس كامل راح. اوكي اخذ كيس، حط الفلوس داخل الكيس ما اعرف ليش. اوكي اوكي اعطاه الفلوس اخذ السياره. والله سياره جيده والله. اودي هلا ابوي يا ساتر. طبعا مستحيل اتوقع السياره هاي بالفلوس هاي بس اللي حطاها في الكيس. اوكي طبعا الحين بدا الجد، الحين بدا فعليا يحط الفلوس داخل وبدا يقصصهم. طبعا ما ضل اي شيء من الفلوس، شيء طبيعي جالس يحطهم في جهاز فرم. على اي حال اتمنى عجبكم المقطع، مثل ما قلت لكم المقاطع حاليا قاعد اسويهم بفكره جديده وهي مقاطع قصيره مثل انستغرام، اللي يقول اوه مقطع قصير، اي المقطع قصير، متعمل مسوي لنا مقطع جدا قصير. فاتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر اللايك، عندكم اي مقطع تبونه اشوفه ارسلوا لي، ان شاء الله راح اشوف المقاطع اللي تبونها ونشوفكم على خير ان شاء الله. لا تنسوا اليوم الساعة 9 باذن الله راح يكون عندنا بث مباشر على تطبيق لاين لايف. مع السلامة. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله. اما